تجاوز خام برنت حاجز 69 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ شهر تشرين الثاني من عام 2018 وفقا لبيانات تداول البورصة. وارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز لمزيج النفط برنت ليصل سعر البرميل منه إلى 69 دولارا وثلاثة سنتات للبرميل. وكانت العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط هي عودة روح المخاطرة إلى الأسواق، بالإضافة إلى البيانات الأولية عن مستوى الإنتاج من قبل دول أوبك.